بسم الله الرحمن الرحيم 35 years old female complaining of febrile neutropenia البيشنت عملت chest x-ray BA view بنحاول نبص على اللنجز post lungs ال بي angles الهارت heart average size ال intact bony نشوف هنا اللاترال فيو. مش لاقيين اي سبب لل نيتروبينيا بتاعت البيشنت او الفيفر أنا نقطة بس بنحب نستعرضها دايما نقول ايه إيه هي الهيدن areas in the chest Hidden Areas in the Chest X-ray؟ ارياز Hidden Areas in Chest X-ray هو الـ ABCs of both lungs both highly retrocardiac area and both diaphragm. يعني بص هنا الـ ABCs بتاعت البوس لانج، البوص highly retrocardiac area and diaphragm على الناحيتين. نرجع نأبلاي الكلام ده على الحالة بتاعتنا. الاي بي سيز مش شايفين حاجه البوس هايلي مش شايفين حاجه ريترو كاردياك اريا ما حاجه ويل دايفرام مش شايف حاجه طيب لو دققنا النظر كده يا جماعه ممكن نلاقي ايه في الرايت بريست آه شادو في سمول ليجن فيها اير فلويد ليفل هي باينه برده في اللاترال فيو آه سمول ليجن فيها اير فلويد ليفل ده ممكن يبقى ايه آه ممكن يبقى هو ده اللي عامل المشكله بالنسبه لنا

including the soft tissue يعني مهم جدا بالنسبة لنا إن إحنا نأسس soft tissue بتاع chest x-ray هنا باين لنا في soft tissue بتاع chest x-ray small right breast abscess هو اللي كان المشكلة Thank you